منك عبد الله. لو كانت كلمة أخيرة في خاطرك بتوجهها لعبد الله، وش كانت تقول؟ قبل أمشي إيه؟ بعتبرها له ولأخويا كله. كلام هذا له ولأخويا كله، إنك تواجه يا عبد الله مسيرة كل برنامج ومتعم معك في البرنامج ولا برا البرنامج، دموعك اللي تنزل هذه أقسم بالله، أقسم بالله أنا غالي، فتكفى لا تكسروني إذا طلعت من هنا، وتنتبهون لأنفسكم، إن كان متعب له عندكم قدر، إن طلعت من البرنامج لا أحد يكسر ظهري. متعب ترى حط بصدوركم أمانة، وحط في صدري أنا والكادر أيضا عليكم، وهذه إن شاء الله الأمانة موجودة من قبل ورجع وشدد عليها. تمام. متعب والأمانة كانت تقول أنكم تحرصون على ما تقدمون في هذا البرنامج. عبد الله، وش تقول لعيون فؤاد قبل الله يمشي؟ لعيون متعب، أنا ناظر بعيون فؤاد وتأثرت حتى بفؤاد.